السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويلكم باك اجين. هاوز لايف؟ فاين جود. بص يا جماعة، في مجموعة من الحروف بننطقها غلط وبيثبت النطق الغلط وتعمل لي مشكلة في القراية في كلمات كتير جدا بعد كده. ايه هما؟ حرف الـ A، حرف الـ G، حرف الـ J. طب الغلط اللي فيهم؟ بص عايز اقول لك كده بسرعة، ان اي حرف في اللغة الانجليزية بيبقى ليه حاجة اسمها نيم اند ساوند، يعني اسم حقيقي وصوت. انا حاليا بتكلم على الاسم الحقيقي للحرف. اول حرف في الاي بي سي ما تقولش عليه ايه، اكنك بتنح مع ماما او غضبان او زعلان. ايه؟ لا، ايه دوت يا جماعه، ذا ترو نيم اوف ذيس ليتر، يعني ده الاسم الحقيقي بتاع الحرف ده. في حرف جي اللي تحس ان فيه كسر، جي ما تقولش جي، ابدا بدال جي. جي جاكيت، جاكيت، جار، جار، جام، جام. في حرف دال كده، اسف، في صوت الدال كده، جي. وزيه برضه حرف جي ما تقولش جي اللي هي بالفتحه كده، لا تقول جي. ات جي 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 جي، يبقى اي وليس اي، جي وليس جي، جي وليس جي. فاين، جود باي.